هي جمعية ديال حسيسن كانت تحمل لك وسائل ديال الصحافة باش نكون صريح في هذا الأمر. هذا هذه الجمعية ديال التوحد، هذا العرض الضعيف اللي أسسها من هنا جاب العام، بعد جاب العام بجوج ديال الأسابيع تقبل جاب العام وجات جمعية أخرى ما عرفناش منين خرجت، وهي كانت توجيهات من الأدنى ديال حسيسن والرباعة ديالو. هادو هما الجمعيات اللي كيستافدو، أمثال هاد الجمعيات اللي كيستافدو. أنا كنتمنى الرأي الصحافة الآن تمشي معايا بعيد في هاد الجمعية ديال التوحد اللي فيها واحد السيدة كرئيسة الجمعية وكمديرة، كتستغل جوج ديال المناصب، مديرة العينة حسيسن مديرة في هذا، وهي رئيسة الجمعية. ملي شفت الخبر طلبت منها الجمع العام، قالت لي انت ما كتشاركش في الجمع العام، انت انتخبتي وتمشي تمشي بحالك. فاش كي تقرا الثقافة ديال العمل الجمعوي، واجي نقول لك ما كتفهم والو في العمل الجمعوي، وحسيسن والرباعة ديالك حاطينها تما لأن كيهيئوا الظروف المناسبة للحملة الانتخابية على المدى الطويل. سابقة لأوانها. فجمعية ديال التوحد، جمعية ديال حسيسن، هاد العرض ضعيف، واحد المجموعة ديال الإخوة ما حضروش تقصوا، تقصونا دابا ما عيطوا لنا لا الجمع العام ما عيطوا لنا والو، بغيتي نطلع لك انا عارف شنو غادي ندير. انا عيب غير كنور كنعطيكم النموذج الحقيقي ديال هاد الشيء اللي عملوا. تقصيت من اللجنة ديال التكافؤ الفرص، شاف بعيد طلع دخل حسيسن شاف السميديني قال له الكارت عطل حيدو. كنت البارح كتبت به مقال ودائما نكتب به، لان مجلس بلدي مشوه كيحكي هي الدوله ما قلاش بالواجب ديالها في هذا المجال، لان هذا مجلس، هذا المجلس البلدي عطي واحد الصوره جد 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 مقسمه على الحياه السياسيه. هذا مجلس ديال البيع والشراء، فيه ناس كيعملوا الكوميرس فهمتي، عاملين البانطايا ديال المجلس البلدي وجالسين كيعملوا الكوميرس في اسبانيا وفي المغرب وجالسين كيتدارجوا كيتنتفوا وحنايا جالسين كنشوف فيهم. وزعوا الوجيعه بيناتهم فهمتي، وزعوا الوجيعه بيناتهم وعطى الامورات الناس ديالهم. المطلوب باش ما نجيش نطول هاد الجلسه الطيبه خصها تخرج بتوصيات، خصها توصيات تكون عمليه. الان كاين واحد الوقت اللي خصنا نعرفوه، الان الوقت تغير، ما بقاوش يدخلونا في واحد مثلا خاص الخوف. حنا ناس مسؤولين غادي نعملوا طرق ديال الاحتجاج ديالنا. انا كنقترح الاخوان المنظمين يشدوا الاقتراح، كنقترح احتجاج فردي لكل جمعيه يراسل بها المسؤولين ديال الاقليم، العامل ديال هذا، ولماذا لا نرسل بها الناس المركزيين. احتجاج فردي لكل جمعيه. نشوفوا اساليب اخرى، كنطلب من الناس اللي كيكتبوا في الاعلام فهمتي، حنا ماشي صحفيين، حنا ناس منورين، كنعملوا في الاعلام، كنعملوا في الاعلام ديال باش نعرفوا الواقع. الاخوان اللي كيعملوا في الاعلام يطلعوا مقالات من الان، واحد المجموعه ديال المقالات تطلع في وسائل الاعلام اللي كتفضح هذا النوع ديال الوجيعه، وكتبين الحقيقه ديال هذا المجلس البلدي. انا ما كنهضرش على حسيسن، كنهضر على المجلس البلدي ككل، مجلس بما فيه الاغلبيه والمعارضه، مجلس ديال حشومه نقول واحد شي كلمه حشمه الوجوه الطيبه. راه هذا طبيعه، حنا مسؤولين، حنا مسؤولين اكثيرا، ولكن جا الوقت الان اللي غادي نفتحوا كل شيء.